ازيكم؟ الساعة دلوقتي 7 أو 8 بالليل ودرجة الحرارة حوالي 4 أو 5 درجة مئوية. الدنيا بتشتي طول النهار، الدنيا زي ما تقولوا كده تلج، بس أنا بحب الجو ده. تقريبا معظم الإسكندرانية بيحبوا الجو البارد ده اللي مليان شتاء. بس كنت عايزة أكلمكم في موضوع مهم. ناس كتير قالت لي يا سولي اتكلمي في موضوع إزاي نتعامل مع أولادنا الأطفال والمراهقين. أول حاجة هقولها لك، لعبي ولادك رياضة. الرياضة مهمة جدا جدا. أول حاجة بتنمي المناعة عندهم. شايفين الولاد والبنات اللي بيعوموا في عز التلج دول ولا بيعطسوا ولا بيجيلهم برد، ما شاء الله الله أكبر عليهم، لأن جسمهم مناعته كويسة، وده بيجي من ممارسة الرياضة. وعلى فكرة ما عندكيش مبرر خالص ان هم ما يلعبوش رياضة، يعني ما تقوليليش مثلا احنا مش مشتركين في نادي او ان ظروفنا المادية ما تسمحش، لان مراكز الشباب موجودة في كل المحافظات والمدن والقرى، والاشتراك بسيط جدا حوالي 75 جنيه في الشهر. ايوة كمان ما تقوليليش ما فيش وقت، لان طالما غيرك لقى وقت اكيد انت عندك وقت. الرياضة هتعلمك وهتعلم ولادك الإنجاز. الإنجاز يعني إيه؟ يعني هتنظمي وقتك عشان تنجزي. تشوفي بقى وراكي دروس، وراكي مذاكرة، وراكي مواعيد تمارين. المهم إن أنت الرياضة هتعلمك أنت وولادك إن أنتوا تنظموا الوقت وتنجزوا. ودي تاني فايدة للرياضة، إن هي هتعلم ولادك إن هم يقدروا قيمة الوقت. كل ثانية وليها قيمتها. الرياضة كمان هتعلم الولاد ازاي يبقوا ناجحين، او ان هم يبقوا في حالة سعي دائم ناحية النجاح. يعني مثلا عايز ينجح في انه يوصل لليفل معين، مستوى معين في لعبة معينة، عايز يوصل بجسمه لدرجة معينة من القوة او من التمكن في لعبة معينة، فهيفضل دايما بيسعى انه يطور من نفسه. ولما ينجح هيدمن طعم النجاح، لانه ده واللي بيدوق طعم النجاح بيدمن الطعم ده، فهيبقى دايما في حالة سعي انه يبقى افضل. بس اهم حاجة بقى ان انت ما تحوليش الرياضة دي لعب بتحطيه على باقي الاعباء اللي عندك، يعني من اعباء بيت واعباء مذاكرة. ما يبقاش الرياضة كمان بتحمليها لولادك وليكي. خليه يدور على الرياضة اللي تخليه هو رايح مبسوط. حاجة مهمة كمان، الرياضة هترحمك منها وهتشيل عنك عبء جزء كبير قوي منها، وهي الموبايل. اكيد انت طول النهار عمالة تصرخي في الولاد علشان يسيبوا الموبايل، الا جانب بقى انهم بيسهروا ماسكين الموبايل. الرياضة هترحمك من جزء كبير من الموضوع ده. والامهات اللي هتقولي ولادها بيلعبوا رياضة ولسه مشغولين بالموبايل، هقولك يا ستي على الاقل ريحوا عينيهم الكام ساعة بتوع الرياضة دول، ولما بيروحوا بيكونوا مهدودين يدوب عايزين يناموا. لو لسه فيهم بعد المدرسة والدروس والتمارين والمذاكرة حيل، يبقى نسيبهم، هي مش غلاسة وخلاص. يعني الرياضة كمان هتفرغ الطاقة اللي جوه الاطفال، فالاطفال الاشقية وديه يلعب رياضة بدل ما تكسريه بكمية الزي اللي بتزعقاله. على فكرة الشقاوة دي حاجة حلوة جدا في أطفالنا، مش لازم نكسرها أو نكبته أو نخليه يبطلها. أكتر حاجة بقى هتعرفك قيمة الرياضة، لما أطفالك يكبروا ويبقوا مراهقين مش هتواجهي مشاكل كتير من اللي بتواجهها الأمهات مع أبنائهم المراهقين وبناتهم المراهقات لما يكبروا. الموضوع ده كبير جدا وهتكلم فيه في موضوع لوحده، لأن الرياضة بتجنبنا مشاكل كتير جدا الأمهات بتواجهها فعلا مع المراهقين. مش عايزة أطول عليكم الفيديو. الرياضة ليها منافع كتير جدا، أنا مش عايزة أقول المنافع اللي بتتقال في الكتب، أنا عايزة أقول لكم المنافع اللي أنا شخصيا حسيت بيها مع بناتي. الموضوع مش هيخلص هنا، هكمله معاكم إن شاء الله. بس عايزة أعرف رأيكم في التعليقات، وهل ولادكم بيلعبوا رياضة أو ناويين تلعبوهم رياضة؟ إيه المشاكل اللي بتواجهكم لما بيجوا ولادكم يلعبوا رياضة، أو لو أنتوا عايزين ومش عارفين تلعبوهم رياضة؟ الموضوع كبير وانا مستنيه تعليقاتكم، ولو في اسئله انا طبعا هبقى مبسوطه جدا ان انا اجاوب عليها. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.